نتجه بكم الآن مباشرة إلى مقر انعقاد مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية الجديدة. ينضم إلينا زميل علاء رشوان من هناك متابعا لفعاليات المؤتمر في يومه الثالث والأخير. علاء، أهم النقاط التي تريد يعني أن تلفت إليها الأنظار من خلال متابعتك لفعاليات اليوم الثالث والأخير، وخاصة الجلسة الأخيرة التي تابعناها منذ قليل والتي كانت مخصصة للحديث عن العلاقات الخارجية والأمن القومي. نعم أحمد، هذا بالضبط ما أريد أن ألفت الانتباه إليه، وهو التطور النوعي في أجندة الموضوعات المتعلقة بمثل هذه المؤتمرات المهمة والخاصة التي تعقد في مصر في هذه المرحلة. حكاية وطن يلخص كل الحكاية على كل الأصعدة والقطاعات. التطور النوعي في اختيار الأجندة كان يتمثل في اختيار موضوعات الجلسة الثالثة التي تابعنا وقعها وانتهت منذ قليل، والتي جاءت تحت عنوان السياسة الخارجية والأمن القومي. هذه الموضوعات الهامة التي لفت منظمو هذا المؤتمر الانتباه إليها بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمهتمين بمجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، جاءت لتكشف بوضوح ما تعرضت له الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، تحديدا منذ عام 2011 إلى 2013، والتحول في هذه التحديات التي قاومتها الدولة المصرية بكل مؤسساتها في هذه الفترة، وجرى استعراض شامل ومطول من قبل وزير الخارجية حول محددات السياسة الخارجية المصرية والخطوط العريضة للسياسة المصرية، وكيف استطاعت وتمكنت السياسة الخارجية المصرية من استعادة عافيتها بعدما تأثرت تأثرا مباشرا عقب أحداث يناير 2011 إلى عام 2013. وقدم الوزير سامح شكري كشف حساب لما مرت به مراحل تطور وتعافي السياسة الخارجية المصرية منذ هذا التاريخ إلى الآن، وكيف أصبحت سياسة خارجية يعني شمولية تنطلق من خلال الدوائر العربية والإفريقية والمتوسطية والإسلامية وغيرها، وأصبحت تعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية على كل الأصعدة، بداية من اشتباك السياسة الخارجية المصرية مع عدد كبير من الأزمات السياسية وأيضا الأزمات الإنسانية التي قدمت وتقدم خلالها مصر العديد من أوجه المساعدة، سواء استضافة أكثر من 9 ملايين ضيف على الأراضي المصرية، أو فيما يتعلق بالاشتباك بالقضايا الدولية والإقليمية، نتحدث عن التغيرات المناخية، نتحدث عن الأمن السيبراني، ونتحدث أيضا عن إصلاح المؤسسات الدولية. كل هذه الموضوعات جرى استعراضها من خلال كلمة وزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من النقاط التي تتعلق باستعادة الدور والمكانة المصرية للدولة المصرية سواء في الإقليم أو على الساحة الدولية. كما تابعنا أيضا كان هناك الشق الذي يتعلق بالأمن القومي، وفي هذا الصعيد قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استعراض لما كانت عليه المؤسسة الأمنية الشرطية في عام 2011، وما تعرضت له من عدد كبير من الأزمات والتحديات التي خلفت وراءها خسائر كبيرة تقدر بالمليارات، سواء للمؤسسات والمراكز والمقار الأمنية الشرطية، أو فيما تعلق بتحديات مثل تحدي الإرهاب وتحديات الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف وتحديات البؤر الإجرامية التي انتشرت في هذه الفترة منذ عام 2011 إلى 2013. وقدم الوزير استعراض بالأرقام والإحصاءات حتى عدد الجرائم سواء الجنائية وغيرها التي تعرضت لها أو تعرض لها المجتمع المصري في هذه الآونة، وانتقل إلى الاستعراض الذي تم طوال العشر سنوات حتى تعافت المؤسسة الشرطية مرة أخرى من هذه التحديات، وتمكنت بالتعاون مع قوات الجيش في القضاء على البؤر الإرهابية في شمال سيناء. واستعرض الوزير عدد كبير من الأرقام المتعلقة
عدد المراكز الشرطية التي خضعت للتطوير، عدد المركبات الشرطية التي تم استحداثها وغيرها من هذه الأرقام التي تعكس تعافي الجهاز الأمني الشرطي من العثرات والتحديات التي مرت بها خلال 2011 إلى عام 2013. وتحدث الوزير عن عدد من الشهداء والذين قدمتهم المؤسسة الشرطية يناهز 1932 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 مصاب خلال الأحداث التي تعرضت لها البلاد في 2011 إلى 2013. ليأتي تعقيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام هذه الجلسة الهامة حول تثبيت أركان الدولة المصرية، حول نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب وخوض معركة أخرى بالتوازي وهي معركة التنمية. وتحدث السيد الرئيس عن تعرض مصر والإنجازات التي تتم في كل القطاعات في